الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج شباب اليوم. معكم صبح البكليش مقدم البرنامج. برنامج شباب اليوم هو برنامج شبابي اجتماعي، بيختص بمشاكلكم بأحلامكم وبطموحاتكم ودوافعكم. أهلا بك يا صبحي، وأهلا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله بإذن الله برنامجنا يكون خفيف على قلوبكم، ويكون ضيوف دايما بالنسبة لكم دمنا خفيف. برنامجنا اسمه شباب اليوم، إلا أنه هو بيتكلم عن كل جوانب الشارع المصري، سواء شباب، رجل، مرأة. دايما بنركز على حكايات الشارع المصري والإيجابيات والسلبيات، وإن شاء الله نتمنى نشوفكم كل يوم أربع الساعة 12 على قناة الصحة والجمال. شكرا زميلي عبد الستار. وبما أننا في شهر الانتصارات، قررنا نحن أسرة برنامج شباب اليوم أن تكون أولى حلقات البرنامج عن نصر انتصارات أكتوبر المجيدة. انتصارات أكتوبر واللي كان شعار جنودنا البواسل فيها الله أكبر الله أكبر، كانت تدوي في أفاق السماء بينما كان أبطالنا البواسل يهاجمون مواقع العدو. الله أكبر كانت قوة عزيمة، الله أكبر جابت النصر في 6 ساعات، الله أكبر هزت الأعداء، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا بعد الفاصل. الله أكبر، بسم الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. في الفقرة دي هيكون معانا ضيفين مهمين جدا، ضيفين حضروا معانا أهم لحظة في تاريخ العسكرية المصرية. معانا سيادة اللواء صلاح الدين التهامي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لحزب حماة وطن. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بسيادتك سيادة اللواء، ومشرفنا في الاستوديو إن شاء الله سيادة المفكر سيادة العميد حسين حمودة مصطفى، رئيس مجموعة مكافحة الصهيونية ومؤلف موسوعة إسرائيل في إفريقيا، والحاصل على جائزة العبقر المصري عام 2011 عن هذه الموسوعة. مشرفنا سيادة العميد. سؤالي للواء صلاح، سيادة اللواء، وكونك أحد ضباطنا البواسل اللي شاركوا في هذه الملحمة العظيمة، عايزين حركة فندم تحكي لنا الأجواء وقتها والبطولات اللي ما يعرفهاش حد ولا الأفلام قدرت حتى تعبر عنها أو تنقلها، لأنها فعلا بطولات تكاد تشبه المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا في البداية بهني الشعب المصري، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والقادة والجنود والصف في القوات المسلحة بالعيد 46 لانتصار أكتوبر المجيد. وعايز كل عام وحضرتك بخير يا فندم. بالصحة والسلامة. وانت بالصحة والسلامة. ست العميد. في البداية أنا عايز بس أقول، عشان إحنا النهاردة بنحتفل بالعيد 46 لانتصارات أكتوبر، يعني أي واحد عنده 46 سنة ما حضرش الحرب، حتى لو هو مثلا عنده 5 سنين أو في صبي، يعني مش عارف حاجة عن حرب 73. فإحنا حبينا نقول إن حرب 73 هي حرب رد الشرف والأرض والكرامة والأرض للشعب المصري بعد الهزيمة المريرة في 67. وعشان ندي كل ذي حق حقه، بعد هزيمة 67 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بعمل إعجاز كبير جدا جدا في القوات المسلحة، وهو إعادة بناء القوات المسلحة من جديد من الصفر. عشان كده المرحلة ديت احنا سميناها مرحلة الصمود، ثم مرحلة التحدي، ثم المرحلة بتاعت الاستنزاف، ثم نصر اكتوبر المجيد. الرئيس الزعيم الراحل عبد الناصر قعد بعد حرب 67 يستعاد كفاءة القوات المسلحة من جديد، وبعد كده جه الزعيم انور السادات حب يكسر مرحلة اللا سلم واللا حرب، لان فعلا كانت 7 سنين عجاف او 6 سنين عجاف على مصر انك تستعيد الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية، فكان هم عظيم كبير جدا. وعشان ندخل الحاضر بالماضي، في الفترة دي كان الشعب المصري بالكامل موجه كل طاقاته الانتاجية بالكامل، وكان في حاجة اسمها المجهود الحربي لصالح القوات المسلحة، وكانت حتى الميزانية بتاعة البلد اسمها ميزانية حرب.
انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان الشعب المصري اللي الجيش بيعمله النهارده الخدمه الوطنيه بتاع القوات المسلحه، جهاز المشروعات خدمه وطنيه، كل اللي بيعمله ده رد جميل، لان كل انتاج شركه ادفينا وشركه اها شركه صوف المحله، كل الشركات دي كانت معباه للقوات المسلحه لرفع الكفاءه، عشان ما كانش فيه اصلا فلوس في البلد عشان نستورد سلاح او نستورد ملابس او اكل للجيش او الكلام دوت. فالنهارده الجيش بيرد بعض من الخدمات اللي قدمها الشعب المصري وتحمل الفتره ديت في تعبئه شامله للشعب المصري بالكامل. فالنهارده الجيش لما بينزل اي منتجات، انا بقول الكلام ده للمأجورين والناس الاعلاميين اللي هم صحابات القنوات الصفراء او القنوات المأجوره، لا الجيش بيعمل كده رد جميل للشعب المصري على المعاناه اللي هو عناها في فتره 67 لغايه حرب 73، وكانت البلد شبه ما فيش فيها اي موارد خالص. من النقطه ديت كل التطوير وكل المشروعات اللي بتحصل في مصر من ساعه ما الرئيس عبد الفتاح السيسي مسك البلد، كل ديت رد جميل للشعب المصري. النهارده كل الانجازات مش هنعددها، بس انا اقول خطوط عريضه. انا بصفتي اصلاحي سلاح الاشاره، والسلاح الاشاره ده احنا بنقول عليه في الجيش عصب المعركه، وفي عندنا بقى طرق، كل الطرق اللي اتعملت ديت هو عصب مصر. النهارده 90% من المستثمرين كان عشان يوصل من مكان لمكان بياخد له 5 6 ساعات، فاستحاله ان انا اجي استثمر في بلد ما فيش فيها طرق، ما فيش فيها مطارات، ما فيش فيها مدن جديده. النهارده ما شاء الله كل المدن الجديده اللي اتعملت، مدينه العالمين، مدينه العاصمه الاداريه الجديده، الاساس، الجلاله، كل المدن ديت المفروض كل واحد في الشعب والشباب بالذات اللي حصل في مصر من 5 سنين دول، وخلي بالكم انا اقسم بالله هذا الكلام شهاده حق للتاريخ وليس لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا في القوات المسلحه اتربينا اما بتاخد مهمه لازم تنفذها ولازم يبقى في نجاح للمهام ديت حتى لو كلفت الشعب. وكل مره بقول الشعب قاسى كتير والشعب متحمل معايا، وفي كل خطاب وفي كل مكان في العالم بيشكر الشعب المصري عشان هو وقف وتحمل الاصعاب دي كلها. احنا بقى لنا 60 سنه في معلش يعني مشاكل كتير في البلد، الرئيس السيسي النهارده بيحل مشاكل 60 سنه فاتت. لو كل الحاجات دي اتعملت من 60 سنه فاتت كانت مصر في المصاف الاول من الدول اللي في العالم. طبعا يا فندم القوات المسلحه درع الوطن. اتفضل. طبعا لما بنيجي نتكلم عن اسرائيل طبيعي من اول حد بنفكر فيه سياده العميد. فاحنا عايزين بس ايه قبل ما نتكلم في يعني عن جوانب البرنامج اللي عايزين نسال حضرتك فيها النهارده، انا لفت نظري القبضه بتاعت حضرتك مميزه شويه. فممكن يعني تكلمنا؟ القبضه دي انا مش من هواة لبس الخواتم يعني، بس الحقيقه يعني بحثت كثيرا ان انا يعني علم مصر ده معايا في كل مكان، كان معايا في ايام ثوره يناير، معايا في كل مكان، معايا وانا في الخدمه، الشعار بتاعنا في الشغل كان وانا في جهاز امن الدوله، انا ضابط في جهاز امن الدوله السابق، كان علم مصر وعليه صقر. فعلم مصر معانا. فالحقيقه يعني لما حبيت كده يعني ان انا اضيف اضافه جديده تديني روح معنويه في الدفاع عن هذا الوطن، ليس في العلم فقط ولكن حيث، لان طبعا الشكل بيخدم على المضمون يعني. فانا وقع في ايدي خواتم بالوان علم مصر، ودي نادره ما فيه بقى اللون الابيض ده في الاحجار الكريمه، فبتفائل بيه يعني، فبيديني كده احساس القبضه يعني. تمام. والقبضه يعني تعكس كلنا معانا علم مصر. هو احنا معانا علم مصر. طيب احنا عايزين نخرج عن الاجواء شويه الحربيه، نبدا بس بحاله الشارع المصري ما بين النكسه والنصر، يعني عايزين نعرف الحاله والوضع المجتمعي، الاسره كانت عايشه ازاي، افكارهم، طموحاتهم، ازاي الناس قدرت تتقبل الهزيمه بروح العزيمه اللي بتبني عشان تحقق نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم بالقناه وشعب مصر الكريم، وهذه المناسبه التي يعني حفرت في ذاكره الامه المصريه وعوضت ايام كانت صعبه. اهلا بحضرتك عزيز. الله يخليك. النبي صلى الله عليه وسلم من في احاديث عده، يمكن 10 احاديث بطرق مختلفه وصحيحه، وقد يكون بعض المشككون في مصر وجيش مصر وشعب مصر بيقولوا ان في حديث ضعيف منهم، لكن احنا هنتكلم على الاحاديث الصحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتحون ارضا يذكر فيها القيرات، فاستوصوا باهل مصر خير اهل مصر، فان لكم فيها ذمه ورحمه، ذمه ورحمه. تمام. القيرات ده من برضو من فرقات ان مصر اسمها عند العرب الوقود اسمها المصاري،
فربنا يسهل ومصر ترجع تاني اقتصاديا، يبقى المصاري دي ليها بعد الجنيه عام يعني. ان شاء الله باذن الله. فكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنبأ بفتح مصر، لانه يعني الفتح تم في عصر الخليفه عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، فعندما تنبأ قال استوصوا باهل مصر. اهل مصر هنا مسلم ومسيحي، ست وراجل، جيش وشعب، لان جيش مصر كله شعب، يعني شعب مصر جيش مصر. هو جيش تمام. احنا مش جايبين وخير اجناد الارض هنا المعنى، بس عشان برضو طبعا مع عدم تقليلنا من قوات السلاح، ان قوات السلاح دي كل الشعب المصري تمام. هو الجند هنا اللي بعض اللي بيشكك يعني اللي عنده مشكله مع الجيش المصري، لا يا انت عبيط اللي بتشكك، ده انت في الجيش. الجيش هنا ليس الجيش اللي لابس كاكي، الجيش هو مصر كلها. وده المنطلق اللي انا هنطلق فيه، دور الاب والام والأسرة المصرية كنوال الأمن الوطني المصري والأمن القومي العربي، ثم دور الشباب اللي هم الفحولة، هم دول الحرب ودول الجنود اللي حاربوا في الحرب، ثم هبتدي بقى بالأخيرة دي مهمة جدا، الرأي العام الشعبي، عشان أنقل لحضرتك الصورة مش هتتنقل غير من الرأي العام الشعبي، ممثلا فيما يسمى برأي العام الكامن. الرأي العام معروف في وسائل الرأي العام كثيرة المختلفة، وفي رأي عام كامن. إيه الرأي العام؟ ده الهتافات والكاريكاتير والنكات والامثال الشعبيه، ده اسمه ده اللي ايه، عاوز تقيس اي شعب قيسه بده، لان ده مزيج ميلتنج بوت كده. الشعب يعني ست الحاجه وهي قاعده بتقول على، وهي قاعده على الكنبه مع عيالها بتقول حكم، الحكم دي لغايه دلوقتي احنا شغالين بيها نستخدمها تمام. وهديك امثله اللي بتعكس فتره الهزيمه وفتره النصر. كان في مثل ايام ما كان قبل نكسه 67، وهي طبعا هي هزيمه وليست نكسه عشان ما نلعبش بالالفاظ يعني، وده السبب في نصر اكتوبر اللي احنا تعاملنا معاها على انها هزيمه مش نكسه، لان النكسه دي بس كانت لتحليه الوضع السياسي والاعلامي في العالم. لكن الحقيقه هو جيش مصر في المرحله اللي ذكرها سياده اللواء صلاح، وانا الاول بقول له الف مبروك يا فندم وربنا يديك الصحه طول العمر، ان الجيش ما تعاملش معاها لانها نكسه زي الناس بتقول نكسه، او زي المصطلح الذي سقوا هيكل في اطار الحنكه السياسيه يعني. نعم نعم. لكن هنا بقى الشعب بقى، انا بديك بقى الفرق اهو، الشعب ما تعاملش معاها لانها لفظ الاستاذ هيكل رحمه الله عليه. الاول كان قبل النكسه كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وفي مثل تاني شعبي لطيف جدا بيقول شرطتين على كمي ولا فدانين عند امي. والغريب في الموضوع ده اللي يدلك على فدانين عند امي، ان اخواننا المنايفه المنوفيه اغلى قطعه ارض. يعني في مصر نتيجه الرقعه قليله والاعداد زايده، فاغلى فدان تروح تشتريه في المنوفيه. فالمنوفيه الجيش المصري معظمه صف ضباط وعساكر وقاده، هتلاقيه بدليل احنا رؤساء جمهوريه عندنا طالعين من المنوفيه من الجيش المصري. فالمنوفيه عندها حب شديد وولع بالدوله المصريه، فكنايه عن تجديد حبه لهذه الخدمه قال لك شريطين على ام ولا فدانين عندهم. الفدان عنده غالي قوي، مش فدان عادي. مش فدان اللي في الصحراء، غالي جدا قيمه. تمام. ده كان الشعور قبل 67. طب في 67 الرئيس جمال عبد الناصر كمخيله في الادبيات السياسيه هو مات في 67، بس هو بعزيمته كزعيم ورجل قوي وصعيدي وشديد الباس، ان هو فتره بقى الاستنزاف والاعداد الحرب اكتوبر، هو طبعا له دور كبير فيها ما نقدرش ننكر، مع طبعا ان كان في اخفاق قبل كده. فابتدى عبد الناصر بقى اللي ألمه شديدا، كل ده بيتكلم في الراي العام الشعبي، النكات التي اطلقها الشعب على الجيش المصري. فكان نكته شهيره جدا يقول لك فكيك اول وفكيك ثاني على فريق اول. طيب هل سالم السادات، مع السادات بقى لغايه محارب في 73، هو لسه في فتره امتداد للامثال اللي بقولها دي. بالظبط. الاستاذ احمد بهجت رحمه الله عليه، الكاتب الصحفي الشهير ورحمه الله عليه، كان عمل هو كاتب سيناريو فيلم ايام السادات. ويحضرني ان انا ربنا سبحانه وتعالى قدري مع اسرائيل ان انا بتكعبل في كل حاجه وكل اشخاص ليهم علاقه باسرائيل، من الشيخ متولي الشعراوي في سوره الاسراء، للاستاذ احمد بهجت في فيلم ايام السادات عن السيره دي، للاستاذ رحمه الله عليه الدكتور ثروت عكاشه. سبحان الله قدرا كده يعني، اصطناع بقى وربنا رايد ان انا اعيش في المجال ده. عفوا فاتفضل. عفوا سياده العميد. معانا مداخله من شاعر الثوره، الشاعر تيسير عطيه، تيتو زي ما بيحب نقول له. اهلا بحضرتك يا فندم. يا مساء الفل. شاعرنا العظيم، تحب تقول ايه لشعب مصر ولابطال قواتنا المسلحه في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده؟ وائل بيه معايا. معاك صبح البكليش يا فندم. استاذ صبحي اهلا بيه. اهلا بحضرتك. تحياتي ليكم، ولعل ان شاء الله برنامج هادف ونتمنى اعلام الشباب. اهلا بحضرتك. يسود الاعلام المصري.
اهلا بحضرتك استاذ ياسين. ازيك يا استاذ تيتو حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ مساء الفل. شاعرنا الكبير حسين حموده يا فندم. سياده العميد حسين حموده بيكلم حضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كل التحيه يا استاذ جميل، يا شاعر يا محترم. الله يكرمك فندم. شاعرنا العظيم، حضرتك عندك حاجه تقدمها لنا في ذكرى انتصارات اكتوبر؟ والله ممكن مش محضر حاجه، بس نقدر نقول لو روح اكتوبر ترجع فينا، الله اكبر هتجمعنا وهنموتم فدا لاراضينا وكل الدنيا راح تسمعنا. والله ما هيأثر فينا لو كل حروب العالم، ولا ارهاب هيأثر فينا. انا اقصد ان ربنا يكرمنا لو نرجع لروح اكتوبر الجميله وبسم الله كانت نصر لينا، والله اكبر كانت بتجمعنا. هنرجع تاني نحب بلدنا، هنرجع تاني نخاف على وطننا. احنا النهارده في حاله انا صورتها في قصيده بتقول امي بتبكي بكاء مش عادي، واقفه بتنده اه يا ولادي مالك يما الحزن في عيدك، بتهن يا ابني ومن اولادي، واولادي اتقسموا فريقين، محتاره يا ابني ما بين الاتنين، واحد مؤمن كده بالفطره والتاني اتعصب بالدين، والاتنين يا ابني ولادي طيبين ومخلصين، بس دي خطه الجاره مسيئه ملعونه، واليوم الدين طول عمرها حطاني في راسها وانا صلبه برب العالمين، ما هو حبيبي وكل مرادي وذاكرني في كتبه وفي الدين، واداني من علمه شويه وقال لي نهايه الظالمين، وقال لي هينطق شجره وحجره يلا ورايا الملعونين، لكن يا ابني حزني في قلبي للي بيحرقوا غيتي وارضي، عارف دولت يطلعوا مين؟ دول اولادي وفلذه كبدي، بدي عليهم وانا غضبانه واكره اللي يقول لي امين. الله عليك يا فنان، شرفتنا. الله يخليك. شكرا ليك. شكرا لحضرتك يا فندم. اتفضل سياده العميد كمل. هرجع بقى لنقطه اخيره من النكات اللي بتعكس الفتره ما قبل حرب اكتوبر، الاستاذ احمد بهجت رحمه الله عليه ذكرناه فيها. الاستاذ احمد زكي كان قاعد حوالي 10 سنين السيناريو ده بيتعمل، الاستاذ احمد بهجت متخم لانه كان بيكتب صندوق الدنيا كل يوم وكلمتين وبس، الله يرحمه الاستاذ فؤاد المهندس كان بيقولهم، فما كانش عنده وقت يعمل سكريبت فيلم، هو بيعمل قصص وكتب ومقالات. فاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه كان حريص جدا ان الفيلم ده بالذات يتعمل قبل ما يموت، وكان حاله مرض. المهم ايه، الفيلم خرج للنور فحضرت قصه اعداده يعني. فالنقطه الشهيره اللي في الفيلم دي ايضا ان جمال ابن الرئيس سادات قاعد معاه على المرجحه في الفيلا، فبيقول له انا زعلان ليه يا حبيبي، الحوار الجميل ده. فقال له اصل الناس بتتريق يا بابا، قال له نكته ايه النكته؟ فكان السادات اطلق ما يسمى عام الضباب وكده، كان الشارع المصري بيغلي عاوز حرب، وده بقى في الخداع الاستراتيجي لو اتكلمنا عنه من ابرز الاشياء في الخداع الاستراتيجي، ان الرئيس سادات رغم اصراره على الحرب وهو اخذ هذا القرار بامتياز، وهقول لك في وقائع ان كل الوزاره ما كانتش معاه، كانت مش موافقه على هذا القرار، وده يحسب الى هذا الرجل، لان انا بعتبره من اعظم الرؤساء اللي جم في مصر في فتره العصر الحديث بغض النظر عن اي تجاوزات حصلت يعني. فقال له على النكته، قال له اصل بيقولوا عامل ضباب والراجل عرباجي ماشي ومعاه الحمار، فبيقولوا له ضباب، فالنكته اللي في الاخر يعني عشان ما اضيعش وقتكم، فقال له اسال الحمار، قصده على السادات يعني. فادي الشعب المصري، النكته لا ساب السادات ولا ساب عبد الناصر ولا ساب الجيش اللي هو بيحبه اللي هو ولاده فيه، يبقى دي الحاله النفسيه اللي بيعيشها الشارع بتحبر. والمجتمع صح، ودي مهمه جدا، ده ترمومتر يعني. احنا قلنا النكسه للتحليه والاوجاع والوجه الاعلامي، لكن يظل اللي على الارض ده مهم جدا، وعشان كده يهمني جدا الدوله المصريه تاخد بالها من الراي العام الكامل. واحنا في امن الدوله كنا الحقيقه من اسباب ان حصل 77 وما تسمى بانتفاضه الحراميه، طبعا كان شغب جماهيري او يعني سخط من الشعب او فوره شعبيه، ده كان سببه، وده قاله الوزير حسن ابو باشا، ان امن الدوله كانت بتبعت التقارير الخاصه بالراي العام الكامل من كاريكاتير وهتافات، في حاجه اسمها هتاف الصامتين اللي بتلاقيه مكتوب على العربيات والتكاتك، ده في غايه الاهميه.
فالحاجات ده هي لو كانت بتتحلل كان ده بيسموها early warning alarm system في علم الكرايزس مانجمنت، اداره الازمات، دي اشارات الانذار. فاحنا نخلي بالنا لا نستهين بما يدور، او نخلي بالنا من ان في مؤامره، نخلي بالنا ان في تشويه، لكن نخلي بالنا برضو من اللي قال فكيك اول ده قالها من مراره، مش قالها عشان هو زعلان، واللي كان بيقول فدانين على كمي فناخد بالنا من ده من الامثال الشعبيه مثلا. ده بالنسبه للسؤال الاول عشان الوقت بس. في بقى دور الاب والام في كلمه. الاب والام هم اللي صنعوا الجندي بتاع اللي اختلف عن 67 اللي هو جندي 73. جندي 73 ده كان هو سبب النصر الاساسي، هو الجندي ده، وده اللي قاله قاده اسرائيل ان هو احنا اللي هزمنا الجندي المصري ده، الجندي المتعلم، مش الناس اللي كانت لمهم الشارع. مع احترامنا للجلابيه، ده بجلابيه برضه. ما هو لما نقول ايه محمد افندي رفع العلم، ده بجلابيه، بس بجلابيه ورفع العلم وشجاع، والقائد بتاعه رحمه الله عليهما بقى لو كان عايش، قائد بتاعه عشين. لا محمد افندي مات السنه دي، لكن القائد بتاعه لو عايش هو اللي قال له انت اللي هترفع العلم. وهنا بقى التفاني، ان هنا شوف الروح، ان القائد ما كان ممكن هو اللي حطه وغرسه وهو بقى حط، لا الضابط هنا كان، وعشان كده كان الجنود هو كان عنده عزيمه وهدف ومن اجل الضباط، لان لم يشعروا ان الضابط ده كان لا هو حاسس بانفيريوريتي ولا احساسه بان هو اعلى منه. ده من اسباب فالام اللي عملت ده، عملت الضابط وعملت العسكري. نعم. هي الام اللي خرجت ده. الحاجه الثانيه دور الشباب، لا ننكر فتره جيل السبعينات رحمه الله عليه الدكتور احمد عبد الله رز، لان مصر مدنيين وعسكريين فيها رموز. دكتور مهندس احمد بهاء شعبان ربنا يديله الصحه وطول عمره، دول الشباب اللي اعتقلوا وصمموا على ان هم يقعدوا في الميادين ويعملوا مظاهرات عشان يجبروا القياده السياسيه او يعملوا ليها بمفهوم اخر باكينج، دعم امام العالم كله، ان الشعب المصري رغبته كده. والسادات في الخداع الاستراتيجي كان لا يحرك ساكنا كما لو كان مش هيحارب، وعشان كده كان قرار ده هنا قلنا لو في خداع استراتيجي في العنصر الخاص بالاداره السياسيه، كان موقف رئيس السادات من ان هو يعني لا قلب انا اتشتمت ولا زعل، خلاص هو عارف هو بيعمل ايه وبيعد الخطه دي، وساب الشعب يقول ايه ده مش هيحارب، ده راجل فاشل، ده فين عبد الناصر، يعني حاجات من هذا القبيل. سياده اللواء، حضرتك عصرت حكايات وذكريات لا تنسى، عايزين حضرتك تحكي لنا موقف اثر فيك، تحكي لنا برضو عن اهميه الحرب دي وازاي خطط لها وازاي قدرنا نكسر اسطوره الجيش الذي لا يقهر. برضو في عندنا اسماء قاده عظام، انا بس حابب اقول ان المشير ابو وزير الله يرحمه، الفريق اول يوسف صبري ابو طالب، الاثنين كانوا ده قائد مدفعيه الجيش الثاني وده قائد مدفعيه الجيش الثالث، وكان في اللواء سعد مأمون، وكان اللواء فؤاد عزيز غالي راجل مسيحي كان قائد جيش، وان اول شهيد في الحرب قائد الفرقه 23 العميد فؤاد متر صدراك، قائد الفرقه 23، واستشهد على وسط ابو سلطان وهو قائد للفرقه 23. كل الحروب في العالم بتبتدي في اول ضوء او اخر ضوء. الزعيم الراحل انور السادات خد القرار الساعه 2 الظهر، وده من خطه الخداع الاستراتيجي اللي القوات المسلحه كانت عاملاها من فتره كبيره جدا، وكان متولي هذا كشكول الفريق محمد عبد الغني الجمصي. ان الشؤون المعنويه تنشر ان في عمره للظباط قوات المسلحه، ان العساكر بتوعنا قاعدين على شط القناه لابسين كده في وضع راحه، يعني مش لابسين لبس عسكري، قاعدين بيمصوا قصب بيلعبوا كوره، ان الخطه بتاعت الخداع الاستراتيجي فعلا هي من ضمن اسباب نصر 73، لان فعلا ما كانش حد يتخيل. هو كان في مشروع استراتيجي تعبوي لقوات المسلحه كل مره كان بيتعمل لتدريب الناس، فكل مره الاسرائيلي يقول لك ده كل مره يعني، وبانك تختاروا بالغفران بعيد عندهم، يعني 90% من القوات في وضع الراحه. كل الحاجات اللي حصلت ديت وتوفيق طبعا من عند ربنا الله اكبر في كل شيء، عملت هلع، لان انت النهارده لما يبقى عندك ساتر ترابي بتاعنا، وبعدين قناه السويس متلغمه بالنبالم، وبعدين ساتر ترابي لاسرائيل وخط بارليف، ان الجند المصري يحطم التلات خطوط موانع استراتيجيه ما حصلتش في تاريخ العالم. ساتر ترابي ما يقلش عن 11 متر ان العساكر تطلع عليه، ورمله متهالكه او متهيله، بعد كده تنزل قناه السويس والناس عارفه ان في مواسير فيها نبالم هتولع هتحرق قناه السويس بالكامل، اي حد هيعبر هيتولع. الصاعقه بتاعتنا
في مدفعيه كانت على امتداد من 5 ل 8 كيلو مدفعيه رساليه خلف ستر التراب. تمام. البحريه بتاعتنا او الغواصين بتوعنا بتوع الصاقه نزلوا وسدوا جميع المواسير. طبعا اسرائيل فوجئت ان مفيش اي حاجه بتولع وان القوارب كلها بتعبر قناه السويس. وعندك النهارده مثلا مدير صلاح مهندسين احمد حمدي اللي هو مسمي النفع الشهيد احمد حمدي على اسمه. كل دول قاده. عفوا سياده اللواء بس برضه هي مداخله بصراحه. اتفضل. ما ينفعش ياجلها لان هو حق علينا. الاستاذ فتحي احد مقاتلي اكتوبر القدامى، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بسيادتك يا باشا. اهلا وسهلا. والله انا يعني احنا بنهنيك كبطل من ابطال اكتوبر بذكرى انتصارات اكتوبر، وحابين نحرك تشاركنا الفرحه في برنامجنا النهارده. والله ربنا يخليك، دي الفرحه فرحه مصر كلها. اتفضل يا استاذ فتحي. ربنا يخليك. اولا تحياتي للبرنامج والقائمين عليه ومتشكرين جدا جدا منكم. ومعلش سامحني ان انا اقدم التحيه خاصه للشهداء والمصابين، وتحيه من قلبي للسيد فريق جلال الهريدي وسياده اللواء صلاح التهامي. لان الراجل ده والله بدون نفاق انا كنت بعتبر نفسي الحي الميت. لان 46 سنه احنا ما حدش بيعرف عننا حاجه نهائي، واللي طلعنا فوق الارض من المدافن بتاعتنا سياده اللواء صلاح التهامي. الشكر والفضل لله، ربنا الاول والفضل ليه. حقك علينا يا عم فتحي. ربنا يخليك. انا من ثلاث سنين كان صلاح اللواء صلاح التهامي انا بحكي له على الموضوع، فطلعنا لي في برنامج اسمه زينه في القناه الثانيه، ولكن للاسف لم يستجاب لينا نهائي ولا كاننا عايشين. ما علينا. ان شاء الله يا فندم الفتره اللي جايه هتكون مختلفه باذن الله. حضراتكم يا رب يا رب. لا الفضل يرجع للواء صلاح التهامي لان طلعنا من المدافن بتاعتنا على وش الحياه. احنا بنشكر سياده اللواء صلاح وبنعتذر لحضرتك من البرنامج، وان شاء الله باذن الله يكون في تقدير لحضراتكم اكتر من كده باذن الله. واحنا البرنامج بنحب نوصل صوتنا حاليا دلوقتي. الراجل ده فعلا وطني، راجل محترم بيحب كل، وبعدين بيحب الناس. هو الوحيد اللي طلعني من المدفن بتاعي، انا كنت مدفون. عم فتحي انت عندك اكيد قصص وحكايات عايزين نسمعها. اكيد. بص اقول لحضرتك حاجه، مبدئيا انا اشكر الناس اللي عملت فيلم الممر ده، فعلا خلاني اعيش. دي حاجه جزء بسيط جدا من اللي كان بيتعمل معانا. انا راجل صاعقه وخدمت في الصاعقه من 64 لسنه 80، ما قلعتش الافرول المموع. احنا حياتنا كلها الحرب الحقيقيه، واللي احنا شفناه كله وعانينا منه. الفضل يشكر القاده الكبار اللي هم علمونا ازاي ان احنا يكون عندنا حسن تصرف وسرعه بديهه، وازاي بقى عندنا القوه البدنيه دي. احنا كرجال صاعقه مدربين على كل شيء. ما علينا، نخش في الموضوع. اثناء الحرب الحقيقيه اللي قالتنا ان احنا نخش 73 ونقوم بالمهمه دي بنجاح، وده شرف لينا عظيم. كان التوقيت ده خدنا تدريب مكثف، والله ما كنا بنشوف اهالينا. والفضل يرجع للشعب المصري اللي كان واقف ورانا وعاش تقشف 6 سنين عشان يدفعنا للامام. احنا كنا الخط الاول والشعب المصري هو الخط الثاني. كان عمليه من ضمن العمليات، احنا كنا في يوم من الايام قاعدين في حته اسمها جزيره البلاح. دي محاطه بالميه من جميع الاتجاهات. كان الخط الشرقي ما بيننا وبينهم قناة السويس، والعدو قدام مننا بنشوفه بالعين المجردة. الجنب الغربي الجنب الشرقي كانت القناة بتاعتنا احنا، ويليها على طول الطريق بعد الطريق دوت كانت أرض مالحة غير صالحة للاستعمال، أرض بور. فقعدنا فترة أكتر من 45 يوم محاصرين، ما فيش إمداد قادر يجينا على الطريق ده، فكنا شبه محاصرين بدباباتهم وطياراتهم، ودي كانت حاجة خارجة فوق إرادتنا. ده في الفترة من كام لكام يا عم فتحي؟ قعدنا بتاع 45 يوم. اقول لحضرتك ان كان في عربيه بمقطوره مضروبه بصل، احنا كنا بننزل بالليل تحت الميه عشان نربط رجل البنطلون ونجيب بصل ناكله، كان طعمه بقنا زي التفاح سبحان الله. ده الفتره اللي هي ما بعد 67 تمام، فتره حرب الاستنزاف تمام. الحياه الحربيه اللي احنا عشناها من 67 ل 73 هي دي فعلا كانت البطولات الحقيقيه بتاعت القوات المسلحه. ولكن للاسف من الجندي والصف الضابط لم يذكروا في الشيء ده. احنا دلوقتي موجودين ما نكملش على مستوى الجمهوريه 1000 واحد، احنا فين؟ ولا احنا هنا. للاسف يشكر سياده اللواء صلاح التهامي، الف شكر ليه. المهم قعدنا على الجزيره ديت، فاحنا كانوا بيطلعوا قدام مننا بالعين المجرده ونشوفهم،
فاحنا كان يطلعوا علينا الطيران ومحاصرنا بالمدفعيه بتاعتهم، فكنا شبه متحصرين. عم فتحي جات لنا تعليمات من القياده بتاعت قياده الصاعقه، فاحنا لازم نشوف الموقع دوت والدبابات دي ازاي ندمرها. احنا طلعنا 10 افراد، كان قائد ال 10 افراد، انا كنت الراجل الثاني بعد منه. فاحنا جينا كان العبور اللي اتعبر في 73 القوارب كلها هجمت مره واحده، لا احنا في التوقيت ده كان فرد يربط حبل على وسطه ويعبر القناه ويمسك الحبل هناك عشان القارب يعدي. فكنا 10 افراد، الفرد فينا ب 10، كانوا يحسبونا 100، يعني الفرد احنا 10 ب 100. فعبرنا الخط دوت وطلعنا على الموقع ده، كان استنينا كل الدبابات. اولا واحنا دخلنا كان في موقع مدفعيه هناك يبعد عن المكان ده حوالي بتاع 3 او 4 كيلو، يعني ما يتعداش ال 5 كيلو. فبيتنا في المكان دوت، واحنا بيتنا ليلتين بدون اكل وشرب، كان معانا يا دوبك في الشد على ظهرنا بسكويت جاف. ففضلنا لحد ما دمرنا الموقع، كانت المهمه المكلفين بيها ان احنا نطلع، وربنا وفقنا. بس للاسف احنا لما دمرنا الموقع ودخلنا جواه كان كله اشلاءات. طيب كله منتهي. طيب يا استاذ فتحي باختصار شديد عشان الخط الصوت مش واضح، طلباتك يا استاذ فتحي انت شايف ان امرني. طيب ماشي يا استاذ فتحي، انا دلوقتي معايا سياده اللواء وسياده العميد وهاخد تعليق منهم على مكالمه حضرتك. اتفضل. نشكر حضرتك يا استاذ فتحي. سياده اللواء، انت شايف ان القدماء المحاربين مش واخدين حقهم؟ هو في عندنا اداره الشؤون المعنويه والقوات المسلحه، وفي عندنا جمعيه المحاربين القدماء، وعلى ما اظن هو كان في موقف سياسي معين، وبرضو انا اضطر اقوله، يعني في ناس من القوات المسلحه كانت رافضه كامب ديفيد، وفي ناس قدمت تسليه بقوات مسلحه، فالناس دول اتاخد معاهم موقف. فهو عم فتحي عنده مفصل في رجليه وكان محتاج يتعالج، وانا من حوالي سنه او سنتين كده قائد قوات الصاعقه تفضل مشكورا وبعت له لغايه مكتبه، وبعت له عربيه لغايه البيت، خدته لغايه قوات الصاعقه، وهو كان نفسه يتعالج على لفه قوات المسلحه لان هو من رجال قوات المسلحه. وهو اللي ذكره دوت ده قليل جدا من البطولات، لانه برضو كان من ضمن الناس اللي حررت طياره كانت مقطوفه مصريه، وليه ابطال وليه مواقف كويسه جدا في الجيش المصري في فتره خدمته. فهو يعني الناس ديت من حبهم للجيش فما كانوش مستوعبين القصه بتاعه كامب ديفيد، او ان احنا يعني نقعد مع اسرائيل ونتفاوض على الارض، لان الناس دي فعلا في 67 وحرب الاستنزاف وفتره الصمود والتحدي لغايه 73 في ناس كتير اتراود دمائهم بارض سيناء. فهم كان عندهم مبدا يعني ان لا جلوس مع اليهود او الصهاينه او اسرائيل على طاوله مفاوضات. كان زعيم الراحل عبد الناصر كان زارع الموضوع دوت في قلوب البلد كلها، ان هو رافض واتعرض يعني اكثر من مره ان يقعد يتفاوض على الارض ولكن رفض. ففي ناس دنتها الموضوع ده. هي تعبئه خلال ست سنين من 67 ل 73 الشعب كله رافض. ما يهم هؤلاء هم عدد صغير، ازاي نتحرك عشان نديهم حق؟ انا ان شاء الله ربنا يقويني، ونعمل طلب للسيد وزير الدفاع سياده الفريق الاول محمد زكي ان الناس دي نعمل لهم بطاقات علاجيه ويتعالجوا على لفه قوات مسلحه، والقوات المسلحه عمرها ما تبخل على اولادها، ودول رجال ادوا واحسنوا بلاء في الفتره من 67 لغايه 73، وعم فتحي خارج من سنه 80. فهم كل طلباتهم ان هم ياخدوا بطاقه علاجيه ويتعالجوا زي جميع افراد القوات المسلحه اللي بيطلعوا معاش بقوه القانون او مصاب عمليات. ان شاء الله يا فندم باذن الله. نرجع لايام قليله كرمت اسر الشهداء. مفيش الحمد لله فريق. انا قعدت في شبرا الخيمه اول، وفي فعلا جت فكره كده لما جالي عم فتحي، فطبعا فوجئت ان في ناس كتير جدا السنه اللي فاتت في 2018 فوجئت الناس جايه من مختلف انحاء الجمهوريه وطالبين، يعني الناس بقت تبكي بالدموع. سياده اللواء احنا بقالنا 40 سنه ما حدش كرمنا او الكلام ده كله. فانا برضه بناشد السيد مدير الشؤون المعنويه للقوات المسلحه وجمعيه المحاربين القدماء ان يتعمل يوم اسمه يوم المحارب القديم غير يوم الشهيد. يوم الشهيد ده 9 مارس استشهاد الفريق الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. احنا عايزين يوم للمحاربين القدماء، كل محارب قديم في مصر عنده مشكله طبيه اجتماعيه، ونقول مثلا اتجمع في مكان ما ويجي حد من القوات المسلحه
ويلبي للناس دي طلباتها، ودي اخر يعني اقل حاجه تتقدم للناس ديت، وموضوع سهل جدا. وان شاء الله انا هبعت لهيئه تنظيم واداره ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف المحاربين القدماء دول لو حد ليه مظلمه او ليه طلب شخصي نوفره له ان شاء الله. ان شاء الله واحنا بنضم صوتنا صوت حضرتك يا ستيلو. ربنا يخليك ربنا. بس طبعا بشكر سيادته على الموقف النبيل ده، بس برضو عشان الامور تبقى في نصابها، عم فتحي مش بقول كلام وهمي، انا هذكركم عبد العاطي صائد الدبابات اخر ايامه كان شكله ايه. طبعا المثل برضو هنا الامثال مهمه جدا. قال لك اللي بعيد عن الايه العين بعيد عن القلب بعيد. فاذا كان بعيد عن عيني انا مش في دائره الضوء الان، كان ساعتها في دائره الضوء، دلوقتي انت ده مش خصوصيه للجيش المصري، دي للاسف شيء نقيصه عند الشعب المصري بصفه عامه. يعني بينسى الاحداث وذاكره الاسماك. لا احنا ما بننساش ان جمعه الشوان اللي هو الهوان بتاع السويس مات مش لاقي يعمل عمليه في القلب، هو للاسف لما قوات السلاح فطنت كان خلاص بيموت. نتكلم على مثلا محمد افندي اللي هو محمد العباسي ده، اهو راجل اللي هو مات عنده 72 سنه العام هذا العام. هذا الرجل برضو حد جابه يعني وكان الحقيقه برضو الاعلام قبل كده كان يعني مع الزمن انا حاسس ان السنه دي اقل حمله اتعملت. وحضرتك توافقني في هذا. يعني هديك مثال من قيادات الصاعقه، انا الحقيقه كنت يعني ليا ارتباط بالصاعقه، كنت في فرص خروات الخاصه في وزاره الداخليه قوه انقاذ الرائعين، وكان تدريبنا في الصاعقه. انا بقول لحضرتك رموز، انا مش عارف بس عشان ما انساش حد، وانا اعرف جلال بهاريد شخصيا واشرف بهذا، كانوا بيطلعوا من يعني كلموني يقولوا ما الحقش اتابعهم من قناه لقناه. النهارده ما حدش طلع خالص، هذا العام تحديدا انا مش عارف، لان الاعلام عنده مشكله يعني فانا قصدي اقول حتى دول كانوا معنويا لما بيطلع في حلقه يا فندم كان بيحس بغايه السعاده وبيكلمني واكلمه كل سنه، كنت عايد عليه بالمناسبه دي. فده انا اقصده ان الاعلام هنا ليه دور مهم جدا وكان غائب هذا العام تحديدا. ذاكره الشعب المصري هي ذاكره كل الشعوب، هو كل ان هو بينسى زي ما حضرتك قلت، اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. لا فهو انا هختلف مع حضرتك هنا بس في حاجه واحده بس. الحرب العالميه لغايه النهارده في ناس عندهم 90 و100 سنه عايشين. تمام. هقول لك ليه ما بتنسيش؟ البلكونه بتاع بيته طالع منها علم ومزار سياحي. بالظبط. طالع من مزار سياحي ولابس الناشير اللي بتشوفها كده، الناس تقول لك غطيان كازوز وراجل كبير وكهل ولابس اللبس. هو حضرتك موجود في كل الاحتفالات. الحفله بتاعتي الشعوب العالم. الحفله اللي انا عاملها يوم السبت اللي عملتها يوم السبت اللي فات ده موقف شخصي من حضرتك يا فندم. كان عندي ثلاثه من خيرة رجال أكتوبر ربنا يديهم الصحة والعمر، محمد المصري، وكان محمد طه يعقوب اللي هو صاحب علامة النصر، وكان معايا الراجل اللي هو يعتبر ما فيش واحد في العالم زيه اللي هو دمر 33 دبابة، وعبد العاطي كان 27 دبابة إذا خانت الذاكرة يعني. فالاثنين دول عبد العاطي الله يرحمه اللي موجود دلوقتي هذا الراجل شرقوا هما المنيا القمح، واحد من ضرب نجم وواحد من منيا القمح بلديات. طب سؤال بقى يا فندم، الجندي صبحي ميخائيل المسيحي الذي قرأ الفاتحة وقام بالعبور ده عايش؟ أيوة. احنا عايزين نشوفه، انا نفسي اشوفه لو عايش. ارجو حضرتك ندور عليه. يبقى المشكله يا فندم ان الاعلام ما بيسلطش الضوء عليهم، مش ان الشعب ما هو الشعب. ايوه يا فندم، هو الاعلام، هو الاعلام عليهم. ذاكرته فين الاعلام يا فندم؟ انا بتكلم على ان بره الناس دي لغايه النهارده تلاقيهم الناس بيزورهم كده. يعني لان اذا كانش بلاش روح جامعه اوكسفورد، تروح اي جامعه بره تلاقي الدكتور العجوز اللي عنده 100 سنه قاعد جوه الهاستل المكان السكن الجامعي لا يغادره الا بالوفاه. عارف ليه؟ عشان يبقى تلامذته والاجيال تروح تشوفه مزار. واساتذه درسوا بره من المصريين وقالوا لي كنا نروح نتفرج على الناس دي قاعد في مكتبه وراجل كبير وماشي بالعافيه والناس بتسنده وموجود جوه الهوستل الطلبه تشوفه يعني تلامذه تلامذته. في اليابان حضرتك بيعملوا كده رحلات للطلبه يروحوا يشوفوا الاماكن اللي اتدمرت. تمام. ده دور انا بتكلم فيه، مش يعني ده مش خطا او حضرتك شعب معلش شعب معلش هو في عندنا عندنا مشكله في مصر عموما. انا بتكلم على كده، مش يعني معلش اسمح لي في عجاله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انا بقول الايه دي كويس قوي للشعب المصري والشباب المصري. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على إحنا وإحنا طلبة في الكلية حربية بندرس عمليات نفسية والحرب النفسية، وقلنا دلوقتي في الجيل الرابع والجيل الخامس. بقول للشباب المصري والشعب المصري، مصر واضحة وصريحة، مصر طول عمرها عبر الأصول كلها مداخلة. فالشعب يتبين أي معلومة عشان حرب الاشاعات والشائعات. معانا نعم. اسحاق من اسكندريه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. من فضلك انا عندي ملحوظه صغيره بخصوص حرب اكتوبر اللي احنا كلنا بنحتفل بيها.
احنا كلنا بنحتفل وبناكل من الكيكه الحلوه دي، لكن مع الاسف الطباخ الرئيسي اللي هو انور السادات ما احتفلناش بيه قوي. ازاي الكلام ده؟ احنا واخدين طعنه كبيره في يوم ما المعزول مرسي اجاب اللي قتلوا السادات وحطهم على المنصه. دي طعنه انا مش قادر انساها لغايه معانا استاذ اسحاق من يا استاذ اسحاق يا استاذ اسحاق بعد اذنك كابتن هو معاك يا استاذ اسحاق. الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه راح زار قبر الجندي المجهول وكرم اسره الرئيس محمد انور السادات وراح لجمال عبد الناصر وعمل الاحتفال بتاع اكتوبر على المنصه وسلم على حرم السيد مرات الرئيس السادات وولاده. مش الست اللي يعني قواته مسلحه كرمت شخصه كرمز الحرب 6 اكتوبر. انا يقصد الاعلام يقصد الاعلام. انا متفق مع حضرتك كل الواجب اتعمل وما دام الرئيس عبد الفتاح السيسي نزلت من على المنصه وقابلت جيهان السادات كل ده شيء كويس، لكن انا كمصري انا اتطعنت انا اتبهدلت. ازاي البطل بتاعي السادات كان بيفكر كان له مستشارين وكان له لكن كان راجل صاحب قراره مع نفسه، ما حدش كان بياخد القرار زي انور السادات. تقصد يا استاذ اسحاق ان هناك تجاهل اعلامي؟ الاعلامي ده اللي احنا بنتكلم عنه. تجاهل اعلامي تقصد ان هناك تجاهل اعلامي؟ لا انا بتكلم اني انا كمصري انا الرئيس انور السادات ده كان بطل. نعم. لولا انور السادات اسمح لي ما كانش حد عرف ياخد القرار ده نهائي. بطل الحرب والسلام. في اليوم اللي هو اغتيل فيه المعزول مرسي ما كانش بيحتفل بحرب اكتوبر، ده كان بيحتفل باغتيال السادات. اسمح بحاجه زي دي، سمحنا وعدت، لازم يتقدم اعتذار. انا مش بقول ان شخص معين يعتذر، لكن كان تصرف من هيئه الرئاسه وقتها وده جرحنا كلنا. فانا بتكلم بطالب من منبر حضرتك المحترم ان لازم يتقدم يتقال دي غلطه حصلت. انا عارف ان السادات اتكرم وي 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 ومدام جيهان جت تاني مره وحطوها على المنصه كل ده على عيني وراسي، لكن انا 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 عمي شهيد اكتوبر. استاذ اسحاق لا احد ينكر دور الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. شكرا لحضرتك ورسالتك وصلت يا فندم. اتفضل سياده الرئيس. بالنسبه للسادات كلمه اضافه عشان ننقل على السؤال اللي بعده. كنت هحولها فانا هختزلها من يعني هاخدها دلوقتي من مكان تاني دي بمناسبتها. ارجعوا الى سجلات قناه دريم اول ما طلعت كانت هي القناه الرائده في الاعلام المعارض يعني او الحر. وكان عزيز صدقي الدكتور عزيز صدقي ده كان رئيس وزراء مصر رجل صناعه ودارس في الخارج. جمال عبد الناصر لما جه من الدوله جاب اثنين، ده واحد للصناعه وواحد للخدمات عشان يبنوا البلد. الراجل ده في اخر ايام معسكرات حصل خلاف وسابه، فكان في بينهم ضغينه ما. الراجل طلع في شهاده على العصر وقال للتاريخ انا هقابل ربنا قريبا، كلنا بما فينا قاده الجيوش رفضنا قرار حرب اكتوبر وقلنا لا نستطيع، لا القيسوني في الاقتصاد قال ان مصر تتحمل ولنا ولا اي حد، وعشان كده شال رئيس الاركان ووزير الدفاع وجاب اثنين جداد اللي هو طبعا الفريق المحترم سعد الدين الشاذلي واحمد ابو اسماعيل. فليه؟ لان لقى ان هو تكليفاته ما بتتنفذش وان الناس مش حاسه بده، فقال لهم انا اللي هاخد القرار لوحدي وانا هتحمل مسؤوليته. وعزيز صدقي اللي ما كانش فيه علاقه وديه بينهم قال انا بعترف لولا هو بعد ربنا طبعا النصر من عند ربنا، لكن القرار بتاعه هو ما حدش وقف معاه فيه، قال كده كلنا خذلناه. فده يحسب للرجل بغض النظر عن كامب ديفيد او مواقف الناس منها، وانا ضد كامب ديفيد برضه بالمناسبه لا اخفي هذا، او ضد الشروط المجحفه اللي فيه أو سياسي مش ضد السلام الوقتي، لكن ضد لكن ضد الشروط المجحفه اللي خلت ابراهيم كامل وزير الخارجيه كان صديق السادات، واللي الناس مش عارفاه انه مش استقال وهو هناك بس، ده صديق السادات ده هو اللي قال للسادات تعالى نقتل امين عثمان وكان معاه في زنزانه واحده. يعني شوف بقى العلاقه اللي بينهم يعني في مقتل امين عثمان واختلف معاه فعلا كان معاه، لكن اختلف معاه في كامب ديفيد. يبقى ده موقف برضو محترم ان الراجل اللي هو كان وطني وعرض نفسه وقتل، طبعا انا اعترض على القتل، لكن اللي هو قتل بدون مبرر شرعي وساهم معاه
اختلف معاه، كان السادات هنا لازم يفطم وقرارات سبتمبر دي من اخطائه، التاريخ كده. وعشان كده لازم يا اخواننا نعرف، اسرائيل عندها لجنه اسمها اجرانات الحضارة بعد حرب اكتوبر، عملوها قعدت سنتين يا فندم. اولا ابتدت الحرب اكتوبر، خلصت نوفمبر. اجرانات ده مين؟ شمعون اجرانات ده قاضي. اللجنه اللي بعد كده حصلت في حرب تموز 2006 حكموا فيها يهود اولمرت ومشوه. دول ليه بقى؟ ده ايه اللي خلى دوله الكيان المجرمه المغتصبه دي عايشه لغايه النهارده؟ لان عن خواجاية، دوله خواجاية من الاخر، يعني عندها حاجه اسمها ليرند ليسن، الدروس المستفاده. فاحنا عشان كده من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره، اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. فده من الحاجات اللي كنت عاوز اقولها، انا خدتها دلوقتي وخلصنا منها، مش هنقولها في الاستاذ اسحاق معلش بس نقطه. الحقيقه هو الوقت بيدهمنا، معانا 30 ثانيه. ايه الوقت بيدهمنا ومعانا 30 ثانيه، ممكن ناخد فيهم سؤال للانتصار مليون اب والهزيمه دائما يتيمه، سؤال موجه للضيفين، هل شاركت الدول العربيه في انتصار اكتوبر كما يدعوا؟ لاول مره في التاريخ العربي اتحدوا على بكره ابيهم واستخدم سلاح البترول كسلاح فتاك، غير موازين الدنيا كلها وكل الثراء. وبقول الكلام ده للشعب المصري. تذكر دول يا فندم؟ نعم تذكر دول؟ طبعا لا، كل الدول العربيه وقفت اللي هي منتجه للبترول، في كل دوله حسب امكاناتها، في ناس ساعدت ماديا، في ناس ساعدت بالسلاح، في ناس ساعدت بقوات على استحياء، لان فعلا الحرب كانت حرب ضروس. انا في بدايه كلامي انا قلت ان كان في قائد جيش اسمه فؤاد عز غالي، قلت اول شهيد او قائد كبير مات هو الـ 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 العميد فؤاد صدراك. وفي الاول قلت برضه ان الرئيس جمال عبد الناصر جاهز للحرب والسادات خد قرار الحرب، الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان قائد القوات الجويه والضربه الجويه. التاريخ ما بيتنسيش، مش كل واحد في مصر يكتب تاريخ على مزاجه، كل واحد عمل دور ايجابي في مصر يذكر، وكل واحد عمل دور سلبي. سياده العميد مش هضيف على قاله سيادته، بس دعني معلش اديني يعني منحه ان انا اقول حاجه كان ما اقدرش انهي الحلقه من غيرها. اتفضل. ان كنا هنتكلم عن الدور الامريكي ودعمه للصهيونيه العالميه. اللي انا عاوز اقوله ان هنا بما اننا بنتكلم في مسيحي ومسلم، ما ننسيش باقي زكي يوسف، ان على الاخوه مسيحي الشرق وهم فاطنين لده، غير مسيحيه الغرب بتوع ترامب، دول اسمهم واسب، وايت انجلو ساكسون بروتستانت، دول المسيحيه الصهيونيه زيونيك كريستيانتي. اما مسيحيين الشرق لاجب ان يعلموا ان العقيده الصهيونيه الامريكيه اللي بتقول ان العرب هم اداه الشر المطلق الذي يسعى لافساد برنامج الرب لشعبه المختار في ارض الميعاد، العرب مسلم ومسيحي. وعشان كده لما قلنا استوصوا باهل مصر، النبي استوصى بالمسيحي مش استوصى بالمسلم بس، عشان بعض الناس المتنطعين، اهل مصر كلهم. ده اللي انا عاوز اقوله، البيت الابيض لم ولن ينفع في اليوم الاسود والمتغطي بامريكا عريان. واشكركم. شكرا سياده اللواء صلاح التهامي، سياده العميد حسين حموده. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مشاهدينا الى اللقاء في حلقه قادمه الاسبوع القادم، لكم اجمل تحياتي.